بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة وبطاقة المعاق هي من المشاريع المهمة التي تبناها وزارة الشؤون الاجتماعية، والآن يجري الإعداد لها في جميع مديريات الشؤون الاجتماعية على مستوى الوطن من خلال إعداد قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة. الهدف من بطاقة المعاق هي حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على رزمة كاملة من الخدمات، خصومات أو شبه مجاني. الموضوع اللي طرحته فكرة جيدة، بساعد المعاق وبساعد أهل المعاق، ونأمل أنه يعني يطوروها أكثر من هيك، ومشروع جيد جدا. يعني أساس هذا الموضوع هو بناء اجتماعي اقتصادي تمكيني تكييفي متكامل، يهدف بالأساس إلى يعني إحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم، وإضافة إلى تمكينهم بحياة كريمة استنادا للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا عندي إعاقة بإيدي، وأبوي وأمي طبعا متوفين، عايش بدار أنا وأختي مستقلين، دارنا مش كل هالكد يعني راح سيئة. فأنا حابب إن أخذ بطاقة معاقين الخصم، هي منيحة بس يا ريت يعملوا لنا إشي نستفيد فيه بالمجتمع، يعني المصلحة نستفيد من المرأة. بطاقة الإعاقة لو طبقت بتخفف عنا شغلات كتير، مثل إنه نروح على الدكتور يعني بتخفف عنا المصروف، وإحنا مش أي شغلة بنقدر نشتغلها. يا ريت لو يستعجلوا في تنفيذ هذا المشروع.